ما في حدا منا ما بيستخدم برنامج الوورد أو المايكروسوفت وورد بكل إصداراته، سواء كان بالشغل أو بالبيت أو للطلاب. لكن قسم كتير كبير منا ما بيعرفوا كتير أسرار وخفايا عن هذا البرنامج اللي بتسهل عليهم كتير وقت أثناء لما بيكونوا عم يعملوا المستندات تبعيتهم. أول سر من أسرار الوورد، أحيانا بيصدف عنا أنه نكتب نحن كعرب بعض الكلمات اللي لها علاقة بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم، أو صلى الله على سيدنا محمد إلى آخره من هدول الخطوط أو هدول الزخرفات الإسلامية اللي بنسميها. كيف فينا نحن نكتبها على الوورد بدون ما نقعد نتعذب أو نروح نجيبها وندرجها كصورة؟ الموضوع كتير بسيط. كل ما هنالك بنروح بنختار خط معين من الخطوط، نختار خط معين واللي هو الأجا أراب سكوي، وبنختار من لوحة المفاتيح اللغة الإنجليزية، بنركز عليها اللغة الإنجليزية. بعد ما اخترنا اللغة الإنجليزية بنختار من قائمة الكيبورد مثلا على سبيل المثال حرف الفاء، لاحظوا طلع عنا رضي الله عنه. طيب إذا حطينا حرف القاف صلى الله عليه وسلم، تجربوا بقائمة من الأحرف الموجودة، حطينا حرف الإي صلى الله عليه وسلم، حرف الإس زخرفي، حرف الأي الدبليو صدق الله العظيم، حرف الضاد حطينا قرآن كريم، الأحرف الثانية لاحظوا كل الحقوق محفوظة. جينا حطينا حرف اليو أو حرف العين السلام عليكم. يعني بتلاحظوا أنه نحن فينا نختصر هالزخرفات وهالشغلات القرآنية بكبسة زر وحدة من دون ما أنه نلصقها ونلصقها ونروح ندور عليها ونجيبها وندرجها كصورة. لنقدر نضيف التوقيت والساعة الحالية اللي عم نكتب فيها المستند، نكتب بالكيبورد Alt مع Shift مع T. تلاحظوا مثل ما انا شايفين كتب لنا التوقيت الحالي، التوقيت الحالي اللي هو كتب لنا هذا، ومثل ما لكم شايفين خليني اكبر لكم اياه شوي، الساعة 6:24 بي ام، وهلا انا عنديها كمان الساعة 6:24. طيب انا اذا بدي اكتب هلا التاريخ، كمان بدي اضيف انا التاريخ اذا عم اكتب مذكرة او عم اكتب شيء، فانا لازم اضيف التاريخ. شو الاختصار؟ كمان بدي اروح اكتب التاريخ ولا في اختصار؟ لا طبعا في اختصار. Alt Shift مع تي، لاحظوا كتب لنا طبعا لانه هون ويندوز عندي عربي ولانه انا بعطيه بالعربي، لاحظوا كتب لي اياه هو 6/7/2022. فهي من الاختصارات الكثير قويه ببرنامج الوورد وبتوفر عليكم وقت كثير، بالاخص الناس اللي بتكتب مذكرات بشكل يومي او اللي بتكتب محاضرات الى اخره. طب وما برايي انا اذا كان بدي احط خطين، ما بدي احط خط واحد تحت العنوان اللي انا حاطه، فباخذ من الكيبورد كنترول شيفت مع حرف الدي، تلاحظوا مثل ما انا شايفين صار في عندنا خطين. معناته شو منضيف؟ منضيف كنترول مع شيفت مع حرف الدي، يطلع عنا خطين. احنا بنميزهم لهدول بخطين، بنميز عنوان بخطين. من الاسرار الحلوه الموجوده ببرنامج الوورد كيف فيني انا اعمل جدول. مثل ما بنعرف بدنا نجي ندخل هون على ادراج جدول، ونسحب نحن بالخطوط اللي بدنا اياها. شو في السر وطريقه ثانيه لاعمل جدول انا صغير بالشيء اللي بدي اياه؟ كل ما هنالك نضغط من الكيبورد على زائد، بعدين إشارة ناقص 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 أربع مرات، بعدين زائد، بعدين إشارة ناقص 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 أربع مرات، بعدين زائد، بعدين إنتر. لاحظوا كيف صارت عنا، صار في عنا هذا الجدول نحن بنحسن نمطه ونشطه. طيب نحن بنضيف حقل ثاني، بنكبس تاب، حقل ثالث تاب، كمان تاب تاب وإلى آخره. بدنا نضيف عمود، في حال ما نضيف عمود لهون بنجيب هون على قائمة الزائد ونضيف عمود ثاني كمان زي ما انا شايفين، بدنا عمود ثالث والى اخره، ونتحكم بالجدول مثل ما بدنا. لحتى نعمل زخرفة او سطر زخرفي بشكل بسيط وكتير سهل ببرنامج الوورد ومن دون ما نتعذب ونروح ندور وادراج والى اخره، على سبيل المثال بعد ما حطينا عنوان او حطينا الفقرة اللي بدنا اياها، فقط من الكيبورد بنكتب يساوي 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 ثلاث مرات، مع ضغطة انتر بنلاقي انه صار في عنا هذا الشكل. طيب في عنا شكل ثاني، ممكن نحن نحط نجمه نجمه نجمه، نعطي انتر اعطانا بهذا الشكل، ناقص 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 نعطي انتر اعطانا بهذا الشكل. في حال كان في عنا نحن نص مثل ما لكم شايفين هو مانو بولد، هو ريجولر يعني نص عادي، بدنا البقيه نحن كلهم يصيروا مثله، فنحن كل ما هنالك علينا انه نعين عليهم للنصوص ونعطي اف 4. لاحظوا كيف صارت النصوص كلياتها مثل بعضها. طبعا فينا نحن نعلي عليهم كلياتهم ونشيلهم من البولد من هون،
لكن الاختصار أسرع من هون، عشان في حال نستخدم على الكيبورد نعين على النصوص ونعطي F4. إذا كان في عنا فقرة وحبينا نبعد بين الأسطر تبعيتها، فنحن كل ما هنالك مستخدم بنحط على السطر اللي بنبعد بينه وبين اللي بعده بنحط كنترول 2، بدنا نرجع التباعد بيناتهم بنحط كنترول 1. طب رح تقولي لهم شو الفرق بين هذا بين هي وبين الانتر؟ الانتر لاحظوا هلا نحن حطيناها وحطيناها انتر، لاحظوا المسافة اللي رح حطلنا اياها بالانتر، اعطينا كنترول زد، بدنا نعمل تباعد بمقدار مسافة واحدة او مسافتين، كنترول مع الاثنين، الكنترول مع اثنين لاحظوا ساوينا مسافة واحدة. خلينا نرجع حطينا انتر صارت مسافتين للتباعد مثل ما احنا شايفين، نرجع فيها كنترول مع واحد لنفس التنسيق. اذا حبينا نحن نترجم كلمة موجودة بنص موجود عندنا للغة الانجليزية او لغة ثانية، كل ما هنالك نحدد الكلمة وبنختار Alt مع Shift مع مفتاح ال F7. هيطلع عنا هون قائمة الأبحاث أو هي عملية الترجمة، نحن بنختار الترجمة من أي لغة لأي لغة وبنعطيه ترجمة منها. طبعا اللغات المتوفرة هي كل اللغات الموجودة، طبعا قدر الإمكان ممكن يترجم لك ترجمة تكون إلى قدر الإمكان حرفية، لكن أنت في بالغرض. وهيك بكون لخصنا عدد بسيط من بعض الخفايا والأسرار لبرنامج الوورد تسهل عليكم عمليات الشغل تبعكم. بتمنى الفيديو يكون عجب الجميع، ويا ريت ندعم الفيديو بلايك وتعليق ونعمل له مشاركه ليوصل لكل الناس المهتمه ببرنامج الوورد او المايكروسوفت وورد. واللي ما له مشترك بالقناه يا ريت يشترك بالقناه وينورنا ويفعل الجرس لتوصله كل الدروس الجديده. كان معكم مام ريس، كونوا بألف ألف خير.